الميادين، السلام عليكم وإلى العناوين. الإعلام الحربي اليمني ينشر مشاهد المعارك في محيط مطار الحديدة وخسائر قوات التحالف السعودي. الجيش السوري وحلفائه يواصلون عملياتهم في بادية السويداء ويحررون مناطق واسعة. المحكمة الاتحادية العليا العراقية تقضي بصحة إعادة العد والفرز اليدويين لأصوات الناخبين وتقول إنه لا يتعارض مع الدستور. أهلا بكم إلى السادسة، ونتابع فيها أبعاد هزيمة التحالف السعودي في الحديدة اليمنية وتطورات عمليات الجيش السوري وحلفائه في بادية السويداء ضد داعش، إضافة إلى أهمية قرارات المحكمة الاتحادية العراقية بشأن الانتخابات. وسيكون معنا شبكة مراسلين ديما نصيف من دمشق، وسينضم إلينا أيضا عبد الله بدران في وقت لاحق من بغداد، ومنذر سليمان من واشنطن، وسلام العبيدي من موسكو. عرض الإعلام الحربي مشاهد عن المعارك التي شهدها جنوب مطار الحديدة، وتظهر تلك المشاهد الخسائر التي تكبدتها قوات التحالف السعودي خلال محاولة تقدم فاشلة في المنطقة. اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، يا ربي لك الحمد، لك الحمد يا ربي لك الحمد. إذن مطار الحديدة تحت سيطرة القوات المشتركة للجيش اليمني واللجان الشعبية رغم كثافة قصف التحالف السعودي، وقد استهدف التحالف مناطق سكنية في مديريتي رازح وشدا بمحافظة صعدة. لأكثر من مرة أعلن التحالف السعودي سيطرته على مطار الحديدة في المحافظة، إلا أن الجيش اليمني واللجان الشعبية نفوا هذه المزاعم وأكدوا أن مطار الحديدة بات محررا بالكامل من قوات التحالف السعودي وأنها فشلت في السيطرة عليه. الجيش واللجان يواصلون مهاجمة التحالف السعودي على الخط الساحلي، فيما تواجه قوات التحالف حالة انهيار واسعة بسبب هجمات القوات اليمنية وفق ما أكد مصدر عسكري. القوات اليمنية سيطرت على قرية المشيخي الواقعة بين منطقتي المجيليس والجاح في مديرية الدريهم جنوب محافظة الحديدة. يأتي ذلك بعد معارك عنيفة مع قوات التحالف السعودي التي تضم ألوية العمالقة وألوية طارق صالح وقوات إماراتية وسودانية. طائرة التحالف السعودي شنت 70 غارة على مديرية الدريهم مع احتدام المواجهات الميدانية بين الطرفين. مصدر عسكري يمني أفاد بتنفيذ الجيش واللجان الشعبية عملية نوعية على مواقع قوات التحالف السعودي في منطقة الجبلية بمديرية التحيتة، انتهت بالسيطرة على تبتين رمليتين وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات التحالف. وفي صعدة شمال اليمن استشهد 4 مدنيين وجرح 6 آخرون جراء سلسلة غارات لطائرات التحالف السعودي استهدفت منزلهم في مديرية الظاهر. طائرات التحالف السعودي استهدفت بغارات مكثفة مديرية ميدي في محافظة حجة بتزامن مع قصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات قوات هادي والقوات السعودية شمال صحراء ميدي بالمديرية نفسها. عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخاتي أكد في اتصال مع الميادين أن التحالف السعودي فشل في معركة مطار الحديدة وتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. بعد أن تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من دحر الغزاة ومرتزقتهم من حول المطار إلى
جنوب الدوار، وبإمكان الجميع يعني مشاهدة خريطة الحديدة وكذلك المطار أنهم قد أصبحوا بعيدا عن المطار. وطبعا كان هناك هجوم مكثف على جبهة لا يتعدى طولها 8 كيلومترات، ولكنهم فشلوا في ذلك وحاولوا التقدم، ولكنهم طبعا فشلوا وتكبدوا خسائر كبيرة. لكن عندما راهنوا على أخذ المطار بأي ثمن وفشلوا، هذا يؤكد حقيقة أن قضية الحسم العسكري لم تعد ممكنة، وهذا الكلام قلنا لهم ببداية العدوان. البخاتي دعا أطراف النزاع للجلوس إلى طاولة الحوار، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات ترفضان الاعتراف بأنهما طرفان في الصراع، علما أنهما مسؤولتان عن العدوان على اليمن بحسب تعبيره. لسنا بحاجة لتقديم تنازلات، لا نحن ولا هم، لأن كل ما نحتاجه فقط هو أن نتوقف عن قتل بعضنا البعض، أن نحترم بعضنا البعض، وأن نسعى لبناء عملية سياسية تستوعب الجميع، بمعنى أن استعادة العملية السياسية الداخلية أي بعودة المكونات السياسية اليمنية إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق لسد الفراغ في السلطة التنفيذية، بحيث تكون هناك حكومة واحدة لليمن ككل. أيضا من ناحية السعودية والإمارات لا زالوا حتى الآن يرفضون الاعتراف بأنهم طرفا في الصراع، ونحن نتساءل كيف يمكن وقف حرب ووقف صراع بينما أحد أطرافها الرئيسيين ينكر كونه طرفا في الصراع. أضف إلى ذلك أنهم أعلنوا الحرب تحت سقف عالي من الأهداف، لذلك عندما الآن نتوصل إلى حل سلمي مشرف للجميع سيكون هناك سؤال كبير، طيب لماذا هذه الحرب؟ ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد شرف لقمان. بداية أهلا بك سيادة العميد، يعني ربما بالبداية قد يكون من المفيد أن تضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية تحديدا في مخص المطار، هل أصبح آمنا 100% بعد إعادة سيطرة الجيش واللجان الشعبية عليه؟ أهلا وسهلا بكم، أولا أرحب بكم وبمشاهديكم الكرام. ثم إشارة إلى السؤال سيدتي، أقول أن المطار آمن 100%، وهو كان دائما آمن رغم أنه هدد لكن لم تطأه قدم أي مستعمر أو مرتزق. اليوم بفضل الله بعد هذه الانتصارات بعد الهجمات التي قام بها أبطال الجيش بالأمس، وتم دحر من كان قد تسلل من عناصر القاعدة وداعش المنتسبين إلى ما يسمى باللواء العمالكة بألوية العمالكة الجنوبية، تم دحرهم وتم قصفهم وهم محاصرون الآن جنوب مطار الحديدة على مسافة عدة كيلومترات، جنوب الدوار أيضا على مسافة عدة كيلومترات. أصبحت الآن قوات المرتزقة هي محاصرة في عدة بؤر ابتداء من جنوب الدوار مرورا بمنطقة النخيلة في الدريهمي مرورا بالجاح ثم الفازة والمجيليس، هذه البؤر كلها هم محاصرون فيها، وهم الآن ينتظرون موتهم ليس إلا، وهم بين خيارين، إما الآن أن يستسلموا للجيش واللجان الشعبية، وإما أن يفيضوا فيموتوا بطيران العدوان الذي وظفهم ودفع لهم. نحن نقول لهم ليس لهم خيار إلا أن يستسلموا، والجيش واللجان الشعبية سيؤمن لهم الحماية والمقاطعات الآمنة. الآن أقولها صراحة وبملء فمي أن المعارك في الساحل الغربي تكاد تكون محسومة بفضل الله سبحانه وتعالى وبجهود ونضال وكفاح أبناء الجيش واللجان الشعبية مسنودين بأبنائها مشرفة. طيب سيادة العميد، عندما نقول يعني بأن هناك قوات محاصرة في بعض البؤر، هذا يعني بأن ليس هناك من اشتباكات أو عمليات دائرة في محيط المطار؟ لا، المطار آمن 100% وعلى مسافة عدة كيلومترات جنوب الدوار، الدوار يقع جنوب المطار، ومن جنوب المطار يعني جنوب المطار بعدة كيلومترات الآن موجودين في بؤر محاصرة لقوات العمالكة وبقية قوات المتزقة في الأماكن الأخرى جنوبا، وهم كلهم محاصرون وكلهم في وضع يعني مزري يرثى له، وليس أمامهم الآن الخيار إلا الاستسلام. طيب سيادة العميد، يعني عملية الساحل الغربي انطلقت منذ نحو أسبوع تقريبا 7 أيام يعني منذ انطلاقها، هل يمكن تقدير الخسائر من الطرفين يعني حتى الساعة؟
هي خسائرها انا اقول انها بالمئات، لكن لا يوجد رقم محدد حتى الان بسبب يعني انها لم يتم عمليه الاحصاء، ويعني الجثث ما زالت مصراميه في كل اطراف الصحراء والخط الساحلي اجمالا، وما زالت في بقيه البؤر. عندما ستنتهي ان شاء الله خلال ربما الساعات القادمه او الايام القادمه، لا ندري ما الذي سيستجد، فالموقف يتغير من لحظه اخرى، ثم سنحرين في الاحصاءات حين ان شاء الله. وربما نسال يعني هذا السؤال لاننا يعني كما نرى في الصوره وعلى شاشه الميادين صور لخسائر للتحالف السعودي، هناك استهداف لعده اليات ومدرعات من قبل الجيش واللجان الشعبيه، ولكن على الصعيد الانساني اسمح لي ان اسالك كيف هو الوضع في الحديده، خصوصا بان الغارات السعوديه لم تتوقف، هناك تقريبا 18 غاره يعني في الساعات القليلة الماضية، الوضع الإنساني كيف هو؟ الوضع الإنساني مطمئن، وسكان مدينة الحديدة وزائريها وضيوفها والنازحين موجودين فيها، النازحين الموجودين فيها كلهم بأمان ويعيشوا حياتهم يعني بطبيعية، ويقضون أوقاتهم في الحدائق وفي حياة طبيعية تماما في مدينة الحديدة، ولا يوجد فيها ما يشير إلى أي مخاوف. ونقول أن هذه كانت محاولة فاشلة، وكانت معركة الساحل بشكل عام عملية انتحارية أو تفتيك انتحاري، سماها السيد قاعدة الثورة حفظه الله أنه تفتيك صبياني، وبهذا أودوا بأنفسهم بحياة مرتزقتهم إلى الهلاك. صحيح أنهم ربما لا يبالون بكل هذا القتل فيهم، لأن من يقتل ومن يقاتل نيابة عنهم هم مرتزقة فقط، ولم يأتي من جيش الإمارات يعني أحد، يعني هم عبارة عن كلهم مرتزقة من مختلف أنحاء العالم. نعم. وبما أنك سيادة العميد تحدثت أو ذكرت الإمارات، تقول يعني بأن قوات هذه التي شاركت يعني في هذا المعارك هم إما محاصرون وإما ينتظرون الموت يعني بواسطة غارات التحالف السعودي لتراجعهم وأيضا لدحرهم، ولكن على الصعيد الميدان هل لازلنا ننتظر أي مفاجآت في هذا الإطار، خصوصا بأنك يعني دائما سيادة العميد تعد يعني بالمزيد من المفاجآت الميدانية، وفي الأيام القليلة الماضية قلت حتى بأن أبو ظبي لم تعد آمنة منذ هذه الأيام؟ هذا صحيح، وأنا أقول بمدى جاهزية الجيش واللجان الشعبية والقوى الصاروخية، أقول بمدى جاهزيتها لأن تفعل، وهي قادرة على أن تصل إلى أبو ظبي أو إلى دبي أو إلى غيرها. لكن هناك لا تنسوا أن هناك قرار سياسي أيضا، لأننا نحن العسكريين نرى في إطار الميدان فقط، وبينما السياسيون يروا بأبعاد استراتيجية أخرى، ونحن ننفذ ما توجه به القيادة السياسية، ونحن جاهزون في كل الاحتمالات وكل الخيارات، سواء الخيارات التي ذكرها السيد القائد سابقا او التي ذكرها الرئيس الشهيد صالح الصمد رحمه الله او ما هو موجود الان، نحن جاهزون لكل الاحتمالات ولكل الخيارات. شكرا جزيلا لك سيادة العميد الركن شرف لقمان، وأنت الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، كنت معنا من صنعاء. وحول هذا الموضوع مشاهدينا أيضا ينضم إلينا هنا في الاستديو الباحث العسكري شارل أبي نادر، وأيضا مدير مكتب الميادين في واشنطن منذر سليمان. ولكن اسمح لي منذر أن أبدأ من سيادة العميد شارل أبي نادر، يعني بحسب اللواء العميد الركن بأن معركة الحديدة وتحديدا يعني معركة المطار هي محسومة، كيف يمكن تفسير هذا التطور الميداني، استعادة يعني السيطرة على مطار الحديدة من جديد من قبل يعني الجيش واللجان الشعبية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار يعني تواضع القدرات العسكرية لدى الجيش؟ نعم، يعني هناك عدة عناصر لهذا الفشل في هذه العملية. نتكلم بداية عن العنصر الميداني، الدخول الذي استعملوه أو المحور الذي استعملوه من المخا باتجاه الحديدة من الغرب هو محور طويل يتجاوز 200 كيلومتر، وهو عبارة عن شريط ضيق،
ومغطى وممسوك من الهضاب والتلال من الجهة الشرقية، وكان كما يبدو الجيش واللجان الشعبية ووحدات أنصار الله قد استعدوا لهذا الهجوم الذي تكلم عنه التحالف كثيرا. نتكلم عن جبهة واسعة، نتكلم عن منطقة استطاعوا الإمساك بها ومحاصرتها وفصل المجموعات عن بعضها في أكثر من نقطة أساسية. نتكلم عن شريط عبارة لا يتجاوز عرضه أحيانا 20 أو 30 كيلومتر، استطاعوا السيطرة عليه بسرعة. هذا من ناحية، من ناحية أخرى المطار مكشوف، قد يسهل الدخول إليه أو يسهل الدخول إلى منطقة أخرى مكشوفة نسبة لهذا الضغط من التغطية الجوية والبحرية والمدفعية، ولكن لا يمكن للمجموعات العدوان والتحالف أن تثبت في هذه النقاط، وهذا ما برهنته المعركة والمواجهة أخيرا. فشلت في الثبات لأنه بمجرد أن توقفت التغطية الجوية تقدمت أو يعني هاجمت الوحدات التي كانت مستعدة لهذا الهجوم ونفذت هجوم معاكس، وأصبحنا الآن نتكلم عن بؤر مشتتة، بؤر مستقلة من وحدات التحالف مفصولة عن بعضها، وإمساك كامل من الجيش اليمني واللجان الشعبية. طيب يعني سيد العميد، إذا نحن نتحدث عن فشل واضح لعملية الساحل الغربي من قبل التحالف السعودي، رغم يعني بأن الإمكانات العسكرية يعني هناك غير متناسبة، إلى ماذا يدلل هذا الأمر وإلى ماذا يؤشر؟ بالأساس معركة الحديدة هي معركة استراتيجية ومهمة للجيش واللجان الشعبية ولأنصار الله، لأنها الواجهة البحرية الأساسية والاستراتيجية التي يعتمدون عليها. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، جميع المعارك في اليمن والتي كانت حساسة في مناطق الحدود مع السعودية، في مناطق ميدي وحرد، في منطقة مأرب ومنطقة نهم والتي هي مدخل إلى صنعاء من الجهة الشرقية من جهة الوسط، جميعها كان الجيش واللجان الشعبية يبرع فيها عند القتال في المناطق الهضاب وفي التلال، وهي معركته. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هو لا مفر، سوف يقاتل حتى النهاية لأنه يجب أن يقاتل، أرضه ويعني وكرامته وشرفه في هذا الموضوع. وأيضا هو اختبر خلال 3 سنوات أو قد تكون لامست 4 سنوات اختبر طريقة القتال، بالإضافة أيضا لأن هذه الوحدات التي تأتي هناك مرتزقة من اتجاهات متعددة، من مجموعات متعددة، كما يبدو لا يوجد تنسيق أو قيادة وسيطرة بين هذه المجموعات. الأفلام التي نشرت ونشرها الإعلام الحربي اليمني عن العمليات التي استهدفت الآليات التي تدخل في الساحل الغربي، كان يبدو أن هناك يعني تشرذم أو تشتت في الدخول، بالرغم من أن هناك عدد كبير من الآليات، ورأينا أكثر يعني مئات الآليات تدمر وتستهدف مباشرة بالصواريخ المضادة للدروع. أعتقد أنها معركة بالأساس فاشلة، واختاروا ميدان فاشل من هذه الناحية، بالإضافة لأن الطرف الآخر هو مستعد والطرف الآخر سوف يقاتل في هذه الطريقة القتالية والطريقة المتمرسة في القتال. وربما الفيديو الأخير يظهر ذلك بوضوح التشتت الذي تحدثت عن سيادة العميد. اسمح لي أن أنتقل إلى منذر من واشنطن. منذر، يعني لا شك بأن الإدارة الأمريكية اليوم هي منشغلة بملفاتها الداخلية وتحديدا يعني ملف المهاجرين، ولكن هل يمكن أو هل تمكنت من رصد أي أصداء لعملية الحديدة في واشنطن؟ للأسف يعني هناك غياب مريب ومستغرب من حيث التغطية الإعلامية حتى لوسائل الإعلام الأمريكية لموضوع اليمن، وخاصة في الفترة الأخيرة، وهذا طبعا يعني يمكن التبرير بالانشغال بأزمة إنسانية حقيقية طالت يعني فصل العائلات عن أطفال، وبالفعل كانت بمثابة صدمة كبيرة داخل الولايات المتحدة وهناك محاولة لتجاوزها. ولكن في الولايات المتحدة بعيدا عن أضواء الإعلام هناك مساعي تجري، وخاصة أصوات صاعدة أكثر من داخل الكونغرس تنتقد الموقف الأمريكي وتطالب بوقف الدعم الأمريكي للتحالف السعودي، وخاصة ما يتعلق بتزويد الطائرات بالوقود وتقديم يعني معلومات لوجستية أو غيرها. لذلك يمكن الإشارة إلى موضوع في غاية الأهمية هو لا يزال قائم، أن الميزانية الدفاعية لا تزال مشروع يناقش في الكونغرس من المجلسين، والصيغة التي قدمت في مجلس الشيوخ تتضمن مسألة في غاية الأهمية تتعلق بأن وزير الخارجية الأمريكي يفترض به أن يقدم شهادة موقعة مخطية وبصورة دورية، تتضمن أن هناك أن الحكومة السعودية تقوم بجهود لإنهاء الحرب في اليمن، أنها تقوم بإجراءات لزيادة وصول المساعدات الطبية والغذائية لليمنيين،
أنها تتخذ خطوات ضرورية للحيلولة دون تأخير وصول المساعدات الإنسانية والشحنات، اتخاذ إجراءات لتخفيض المخاطر التي تؤدي إلى إيذاء المدنيين. هذا لا يعني أن أصبح قانونا، ولكن أن يكون في مثل هذه الصيغة في المناقشات والمداولات التي ربما تستغرق أسابيع داخل الكونغرس حتى الوصول إلى صيغة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ. لا توجد صيغة مماثلة في مجلس النواب على فكرة، ولكن مجلس الشيوخ صيغة قوية، وإذا بقيت هذه الصيغة بالفعل سيكون هناك قيود على ما تقدم فيه الولايات المتحدة من مساعدة واضحة حتى الآن، مضافة إلى أن هناك أسئلة وجهها ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ إلى وزير الدفاع يطالبون فيه بتقديم معلومات علنية حول المساعدات التي تقوم بها الولايات المتحدة فيما يتعلق في الحرب في اليمن، المساعدات للسعودية. وبنفس الوقت أيضا يطالبون بضرورة أن يكون هناك عدم انتهاك للقوانين الأمريكية فيما يتعلق في تقديم مساعدات يعني عسكرية لدول تقوم ليس بأعمال دفاعية. طيب منذر، اسمح لي أن أعود مجددا إلى سيادة العميد شارل أبي نادر هنا في الاستديو. سيادة العميد، يعني أعود إلى ما قاله يعني العميد في اليمن، قال بأن المعركة محسومة، وقال بأن أيضا بأن القوات المتبقية التابعة للرئيس هادي وأيضا للتحالف السعودي الإماراتي مصيرها إما الموت وإما الاستسلام. هل انتهت هذه الجولة برأيك مع إعادة السيطرة على مطار الحديدة، أم سنكون أمام حرب استنزاف طويلة؟ يعني من الناحية المنطقية العسكرية يجب أو من المحتمل أن يعودوا الكرة، لأن هذا كما قلنا هدف استراتيجي أساسي، ولأنه معنويا قد يكون يعني تلقوا صفعة سوف يعودوا الكرة لمحاولة التعويض. ولكن كما يبدو يعني كما شرحنا الميدان الذي دخلوا به هو ميدان صعب، لا يمكن يعني الفوز بأي نقطة والسيطرة على نقطة كاملة أو على مسرح من هذه البقعة بشكل كامل، لأنه مضروب بالكامل، لأننا نتكلم عن شريط واسع، عن جبهة مفتوحة وممسوكة من الجبال. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، معركة الحديدة صحيح أنها معركة استراتيجية ومهمة، ولكن بخلال يعني مقارنتها مع معركة اليمن بالكامل هي لا يمكن عزلها. نفس طريقة القتال، نفس الأسلوب، كنا نشاهد معارك أعنف في منطقة ميدي وحرد، ومعارك أعنف في منطقة نهم في محاولة الدخول إلى صنعاء. جميع النقاط الأساسية والحيوية التي كان يبحث بها التحالف عن مفصل معين أو عن نقطة معينة لربح نقطة في الميدان كانت يعني تتسم بهذه الحدة وبهذه الشراسة من المعارك. أعتقد أن طبيعة القتال لن تتغير، يعني الجيش وأنصار الله واللجان الشعبية سوف يقاتلون بنفس الطريقة، كما قلنا لا مفر لهم إلا القتال، بالإضافة لأننا نتكلم عن فترة طويلة، نتكلم عن خبرة، أصبحوا متمرسين في هذا النوع من القتال، أرض وميدان يعرفونه جيدا. وكما يبدو من الأفلام التي نشرت ومن النقاط التي استهدفت أو المواقع التي استهدفت أنهم لديهم أسلحة نوعية، وخاصة في المضاد للدروع، والمعركة الآن على الساحل هي معركة مضاد للدروع، ولكنها لا تزال ضعيفة بالنسبة إلى الإمكانات. صح. المتواجدة عند المقلب الآخر، أليس كذلك؟ الإمكانات الأساسية استراتيجية بالنسبة للطيران وللوحدات البحرية هذا لا يمكن المقارنة به، ولكن رأينا عندما وقفت أو توقفت التغطية الجوية وتوقفت التغطية البحرية لكي تندفع عناصر المشاة والعناصر البرية لعناصر الهجوم، رأينا أنها كانت الغلبة لأبناء الأرض، الغلبة لمن يملك الأرض ولمن يعتلق بها، والتي هو حصن مراكزه خلال الفترة الكاملة، ويبدو أنه وضع خطط محكمة في هذه المدافعة المتماسكة. شكرا جزيلا لك سيادة العميد شارل أبي نادر، وأنت الباحث العسكري، على تواجدك معنا هنا. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونتابع من بعده السادسة. أهلا بكم من جديد. تستمر عمليات الجيش السوري وحلفائه في بادية السويداء مع تسجيل تقدم كبير في تلك الجبهة التي لا تبتعد عن الجنوب السوري. تقرير علي مرتضى. عمليات عسكرية حثيثة يشهدها ريف السويداء في سوريا. استهدفت الجيبة الشمالية الشرقية القريبة من ريف دمشق التي تسيطر عليه داعش ويتصل شرقا بقاعدة التنف، مكان وجود القوات الأمريكية.
توافر المعلومات الدقيقة التي حصلت عليها القيادة السورية التي تضمنت قيام تنظيم داعش بتجميع مقاتليه وتجهيزهم انطلاقا من بادية السويداء بغية شن عمليات مباغتة نحو المواقع العسكرية في تلك المنطقة، إضافة إلى توسيعها في المرحلة الثانية لتشمل قرى وبلدات في ريف السويداء الشرقي، دفع القوات العسكرية السورية إلى استباق الأحداث وضرب التنظيم في تلك المنطقة. مصدر عسكري سوري أكد لوكالة سانا الرسمية السورية أن ما يزيد عن 4500 كيلومتر مربع في البادية السورية تم تحريرها بعد عمليات واسعة للجيش السوري ضد داعش في أرياف دمشق وحمص ودير الزور، كما حرر الجيش وحلفاؤه مناطق واسعة في أقصى ريف السويداء الشمالي الشرقي وسيطر على مدرسة ورحبة المشيرفي من جهة خربة الأنباشي، وتصدى لهجوم من مسلحي داعش في محيط منطقة الصوامع والصناعة في ريف البوكمال وتمكن من تفجير سيارتين مفخختين للتنظيم. معركة بادية السويداء والصحراء ترتبط عموما بملفات الجنوب السوري الساخنة، وإنهاء آخر مناطق نفوذ داعش يمهد الطريق أمام استعادة مناطق الجنوب، فإسرائيل التي تبحث عن أوراق لدعم حلفائها في درعا وقرب القنيطرة تدرك أن الجيش السوري والحلفاء لن يرضوا سوى باستعادة كامل المناطق التي يسيطر عليها المسلحون، سواء بالحل العسكري أم بالتفاوض. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن قواته ستشن قريبا هجوما على المناطق السورية المحاذية لولاية شان لأورفا جنوبية تركيا لتطهيرها ممن وصفهم بالإرهابيين. أردوغان وفي مؤتمر انتخابي بولاية أورفا أشار إلى أنه بعد جبال قنديل شمال العراق جاء دور المناطق السورية المحاذية لولاية شان لأورفا التي ستسلم إلى أصحابها الأصليين من العرب والكرد والتركمان بعد تحريرها وفق قوله. وتنضم إلينا في الملف السوري مديرة مكتب الميادين في دمشق ديما نصيف. ديما، يعني بداية لو تضعينا في صورة التطورات الميدانية ومن ثم ربما نحلل فيها أكثر تحديدا في ريف السويداء. طبعا بداية للقول بأنه بحسب ما ورد في تقرير الزميل علي مرتضى، هذه العملية التي يقوم بها الجيش والحلفاء في ريف السويداء هي، يعني نستطيع القول بأنها استكمال للعمليات العسكرية في البادية السورية وصولا إلى هذه المنطقة من أرياف السويداء التي باتت يعني أو اقتربت فيها العملية العسكرية لتصبح متاخمة لأرياف درعا أو محافظة درعا وخاصة الريف الشرقي، حيث أنه بهذه العملية العسكرية وخاصة بعد أن تمكن الجيش السوري من الوصول إلى هضبة اللاجات واستعادة السيطرة على أجزاء كبيرة منها، استطاع أن أو بات على مشارف بصر الحرير أو بما يشبه تطويق لهذه البلدة. وبالتالي نحن نتحدث عن استكمال لعملية بدأها الجيش والحلفاء منذ فترة لاستكمال استعادة الأراضي ومعاقل أو ما تبقى من معاقل لتنظيم داعش في هذه المناطق المتسعة جدا. يعني عندما نتحدث عن البادية السورية، هذه مناطق يعني تمتد من أرياف حمص وصولا إلى أرياف السويداء مرورا بأرياف حتى دمشق الجنوبية الشرقية حتى وصولا إلى أرياف دير الزور وبادية البوكمال والميادين، وبالتالي هذه مساحة واسعة جدا. عند اقتراب الجيش السوري من هذه المنطقة، هذا يعني بأنه قد اقترب من الحدود الإدارية لمحافظة درعا، وهي يعني المحافظة التي يفترض بأنها الهدف المقبل للجيش السوري بموجب الاستعدادات والتحضيرات والتعزيزات التي تصل تباعا إلى مدينة درعا استعدادا لهذه المعركة. نعم، لو سمحت ابقي معنا ديما ربما للتفصيل الأكثر ولكن من زاوية أخرى وأيضا من الزاوية تحديدا الإسرائيلية. انضم إلينا هنا الباحث في الشؤون الإسرائيلية دكتور عباس إسماعيل. بداية أهلا بك دكتور عباس. يعني هناك استكمال للعملية العسكرية في البادية وهناك اقتراب أيضا من محافظة درعا كما تقول الزميلة ديما نصيف. إسرائيليا كيف يتفاعل هذا الأمر؟
يعني في إسرائيل ينظرون بشكل متابعة حثيثة لكل حراك الجيش السوري وحلفائه خاصة باتجاه منطقة الجنوب. حتى الآن لم يحصل الحراك العسكري السوري باتجاه تحرير المناطق التي هي متاخمة للحدود مع جولان المحتل أو حتى للمثلث الحدودي مع الأردن وكذلك مع جولان المحتل. ونعرف أنه في السابق كانت هناك نوع من محاولات للحصول على تسوية يقوم بموجبها يحصل بموجبها الإسرائيليون على تعهدات بأن لا يكون هناك في تلك المنطقة في الجنوب السوري أي وجود لحلفاء الجيش السوري من إيرانيين ومن حزب الله وغيرهم. وهذه التسوية يبدو أنها سقطت في الأول ولا يبدو أنها قد أثمرت نتائج خاصة بعد المواقف التي أطلقتها القيادة السورية. لذلك شهدنا في الأيام الماضية حركة اتصالات إسرائيلية مع مجموعة من الجهات التي هي معنية مباشرة بالجنوب السوري ويمكن أن يكون لها تأثير. شهدنا الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى الملك الأردني والتي قيل في إسرائيل أن من أهم النقاط التي بحثت هو الموضوع الوضع في الجنوب السوري وأن هناك كان اتفاق ما بين نتنياهو وما بين القيادة الأردنية بين الملك الأردني وفق التقارير الإسرائيلية على أنه لا مصلحة للبلدين بعودة الجيش السوري إلى تلك المنطقة أو حصول معارك أو لأن هناك حديث عن أن هذه العودة بطبيعة الحال قد تؤدي أيضا إلى عودة حلفاء الجيش السوري. وكان هناك اتصالات آخرها كان بين نتنياهو وبين الرئيس الروسي بوتين. كان هناك مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ذهب أيضا إلى موسكو. كل هذه الأمور كانت تبحث الوضع في الجنوب السوري. إسرائيل تشعر بالقلق لأنها تعتقد بأن التطورات على الوضع هي تخرج عن سيطرة وتأثير الجانب الإسرائيلي. بمعنى أن من يفرض الوقائع على الأرض الآن عسكريا وحتى سياسيا هي القيادة السورية مع حلفائها. إسرائيل كانت تمني النفس أن تتمكن من خلال اتصالاتها مع الجانب الروسي أن تحقق بعض النتائج بما يعود بالنفع على مصلحته. لكن التقدير في إسرائيل أنه حتى الآن هذه النتائج لم تحقق. وبالتالي تبقى العيون الإسرائيلية شاخصة باتجاه معرفة التطورات وأيضا الرهان. سواء على الموقف الأمريكي أو على موقف أردني أو على موقف روسي. هذا طبعا تحكمه أو تحسمه الأيام المقبلة. وتحدثت يعني دكتور عباس بأن إسرائيل ربما تراهن على اتصالاتها مع روسيا وأيضا على المواقف الأمريكية. لذلك اسمح لنا أن نذهب مجددا إلى منذر سليمان. منذر، يعني كان هناك في الأيام القليلة الماضية تحذير وأيضا تهديد أمريكي بأن لا يتم المس باتفاق مناطق خفض التصعيد تحديدا في الجنوب السوري. هل هناك من جديد على هذا الصعيد أم أن يعني الموقف الأمريكي وقف عند حد هذا التهديد؟ يعني كما ذكرتي هذا التحذير صدر عن وزارة الخارجية، الناطقة الرسمية باسم الخارجية، صدر بتاريخ 14 حزيران يونيو. وكان واضح أنه يهدف إلى مسألتين: تهديد الحكومة السورية بأن الولايات المتحدة ستقدم على خطوات صارمة باعتبار أن هذا انتهاك لمنطقة خفض التصعيد، والحديث عن مسؤولية الأطراف الثلاثة التي وصلت إلى هذا الاتفاق والذي أيده بوتين وترامب خلال لقائهما في فيتنام. الأمر الثاني هو مطالبة روسيا بشكل واضح بأنها مسؤولة بصفتها الرسمية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي عن استخدام نفوذها الدبلوماسي لوقف الهجمات التي تقول يعني هجمات الجيش العربي السوري وحلفائه، وإجبار الحكومة السورية على وقف المزيد من الهجمات. إذن هذا الموقف لا يزال هو الذي يتم ترديده، بالإضافة إلى مساعي في الكونغرس على فكرة لانتقاد سوريا وتقديم بعض المقترحات من ضمن نفس موضوع ميزانية دفاعية يتم حشوها في كثير من المقترحات. أحد المقترحات حول ضرورة محاسبة سوريا والقيادة السورية والمنخرطين فيما يمكن تسميته جرائم حرب، وهذا يعني ينسجم مع ما صدر مؤخرا على بعض الاتهامات التي نفتها طبعا الحكومة السورية والتي انتقدها وزير الخارجية الروسي. يبقى أن هناك تطور قد يكون ملفت، أن هناك تسريب الآن بأن وتسريب من موسكو، وهناك شبه تأكيد من واشنطن ولكن بشكل غير رسمي أن هناك قمة محتملة في الصيف بين بوتين وترامب. وهذه القمة البعض يعني يتحدث أن هناك قمة لحلف الأطلسي في 11 يوليو تموز القادم،
وقد يكون إما قبلها أو بعدها. وهذا يعني أن بعض الأمور المتعلقة في الملف السوري وغيره قد تبحث في هذه القمة يعني. ومن الآن سيكون الموقف الروسي أو الموقف الأمريكي في مطالبة روسيا بأن تضغط أكثر لتخفيف ما يقوم به ميدانيا الجيش العربي السوري وحلفائه، وتجميد يعني هذه الرغبة الأمريكية تبدو. ويبدو أن بولتون الذي لا تربطه أي علاقات إيجابية مع موسكو وسبق له انتقدها، هو سيذهب لزيارة موسكو للتحضير لاحتمالات مثل هذه القمة. لا تزال هذه القمة غير محسومة، ولكن زيارة بولتون إلى موسكو تعطي مؤشرات على احتمالات إمكانية التحضير لها. وربما قد يعني يسبق هذا القمة المرتقبة أو التي قد تحصل يعني في المقبل من الأيام في الصيف كما تقول منذر اجتماعات، وربما تأتي على خلفية اللجنة الدستورية التي حكي عنها كثيرا في الأيام الماضية. واسمح لي أن أذهب منك، تحدثت عن موسكو عن قمة أمريكية روسية، إلى مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي. سلام، الأمين العام للأمم المتحدة في موسكو اليوم، هل حضر الملف السوري ومن أي زاوية؟ ولا أيضا هناك أي تسريبات حول القمة التي ذكرها منذر؟ رانا، طبعا زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى روسيا تأتي في سياق احتفالات أو يعني المناسبة، هي مناسبة الذكرى 70 لافتتاح مكتب الأمم المتحدة في موسكو، وأيضا في سياق كأس العالم. وغوتيريش أيضا جاء ليهنئ الرئيس الروسي والقيادة الروسية باحتضان كأس العالم يعني حسن الضيافة والتنظيم لهذه المناسبة. لكن بلا شك الملفات السياسية الدولية الشائكة طغت على لقاءات غوتيريش بالقادة الروس، سواء كان بالرئيس بوتين أو بوزير الخارجية لافروف. وكذلك أيضا كانت اليوم جلسة في إطار منتدى فالداي الشهير، أيضا حضرها السيد غوتيريش وتطرق فيها إلى كل هذه القضايا. طبعا بلا شك جزء كبير من هذه اللقاءات والزيارة مرتبط بالعلاقات الروسية الأمريكية وآفاق عقد القمة بين الرئيسين بوتين وترامب. الميادين ربما ستكون يعني من الأوائل الذين سيعرفون بموعد هذه القمة ومكانها، لذلك كل هذه الإجراءات يجري العمل عليها من أجل تنظيم هذه القمة، سواء كان الزيارة المرتقبة لجون بولتون التي تطرق إليها الزميل منذر سليمان، وكذلك وفد من الكونغرس الأمريكي سيزور موسكو نهاية هذا الشهر، سيزور سان بطرسبورغ وسيزور موسكو وسيلتقي بالقيادة الروسية. كل ذلك يأتي في تحضير ترطيب الأرضية وتهيئة الأجواء لحوار أكبر، حوار أشبل قد يكون على مستوى الرئيسين بوتين وترامب. وبالطبع الملف السوري هو من الملفات الرئيسية التي بحثت سواء اليوم في لقاءات غوتيريش وبالأمس أيضا في لقائه مع الرئيس بوتين أو القمة لنقل المرتقبة بين الرئيسين. وفي هذه الزاوية أود أن أشير إلى تصريح ربما لافت للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، عندما قال إن روسيا وأمريكا طرفان في الأزمة السورية، طرفان في النزاع السوري، ولكن طرفان غير مباشرين، يعني هم بطريقة غير مباشرة يعدان طرفان في هذا النزاع. لذلك هو غوتيريش سيعمل كل ما بوسعه من أجل تحقيق تقارب بين موسكو وواشنطن، بين القيادتين الروسية والأمريكية، لأن على ذلك يتوقف الكثير من الأمور، ليس فقط الأزمة السورية ونحن في صدد الدهية، ولكن الكثير من الملفات الدولية العالقة في كل مكان، بالإضافة إلى قضايا التوازن الاستراتيجي في العالم. لذلك من هذه الزاوية بلا شك الملف السوري كان حاضرا في مباحثات غوتيريش في موسكو، وفي خصوص يعني التطورات الأخيرة الميدانية. طبعا هذه الأمور لم تطرح بشكل مباشر، لكن كانت هي بلا شك حاضرة، ولا سيما أن موسكو تدعم ما يقوم به الجيش السوري
من يعني عمليات عسكرية لفرض سيطرة الدولة على كامل التراب السوري. وبالعودة إلى التطورات الميدانية، اسمح لي سلام أن أعود مجددا إلى ديما. يعني ديما، قلت بأن هناك اقتراب لمحافظة درعا، وهناك يعني تعزيزات عسكرية في الجبهة الجنوبية، هناك تقطيع لأواصر لبعض المناطق وبعض البقع الجغرافية. هل يمكن القول بأن ساعة الصفر للعمليات العسكرية هناك بدأت يعني قاب قوسين أو أدنى؟ يعني كل المؤشرات تقول بأن العملية أو المعركة يجب أن تكون قريبة، على اعتبار أن تعزيزات كثيرة وصلت إلى مدينة درعا، حيث يحتفظ الجيش بقوى أساسية له في تلك المحافظة. ولا ننسى بأن الجيش السوري قد مهد إلى هذه العملية منذ أعوام إن صح التعبير، رغم أنه كان هناك جبهات ذات أولوية أكثر واضطر الجيش أن ينشغل بها، لكن المنطقة الجنوبية بقيت في مرمى كل القرارات العسكرية لوقت طويل. بكل الأحوال الجيش قد مهد لهذه العملية باستعادة الكثير من المناطق، خاصة المناطق الواصلة أو مراكز الثقل الواصلة بين درعا ودمشق، وبالتالي هناك طريق إمداد يملكه بشكل مهم ومريح بالنسبة له إذا ما بدأت هذه العملية العسكرية. بهذه السيطرة بين دمشق ودرعا، عفوا بين درعا ودمشق، شطر المحافظة إلى شطرين: الريف الشرقي الذي بدأ فعليا بعملياته العسكرية في بعض بضرب ورميات بعيدة على بعض معاقل المسلحين في هذا الريف، وخاصة في بصر الحرير وغيرها من المناطق المحيطة. أيضا إذا ما تمكن من استعادة بصر الحرير، ستتساقط بقية البلدات المحيطة بها كأحجار الدومينو، وبالتالي تصبح ميمن أو عفوا ظهير القوات مؤمن إذا ما انتقل إلى الشطر الغربي أو الريف الغربي لاستعادة مراكز الثقل. نعم. أيضا هناك في نوى، في الحارة، في غيرها من المناطق. وأيضا بالمقابل، رغم كل العوامل الإقليمية التي تدخل أو تتداخل في هذه المعركة، رانا العامل الأردني الذي يهجس بموضوع أن يكون هناك موجات من النزوح جديدة أو تسرب للمسلحين، أو حتى العامل الإسرائيلي الذي تحرص واشنطن على حمايته في هذه المعركة، لكن القرار واضح بالنسبة للقيادة السورية ولحلفاء الجيش السوري بأنه لابد من عملية عسكرية في هذه المنطقة، وإن لم تكن واسعة على الأقل أن يكون هناك ضغطا عسكريا يجبر المجموعات المسلحة على الاستسلام والانخراط بتسويات، على غرار تسويات بقية المناطق في الغوطة الشرقية والقلمون الشرقي وريف حمص الشمالي. طيب ديما، اسمح لي أن أعود مجددا إلى دكتور عباس إسماعيل. دكتور عباس حدث بأن إسرائيل تضغط ربما من خلال اتصالاتها مع روسيا، وتضغط أيضا على الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك نسمع التهديدات والتحذيرات. هل يمكن أن تضغط ميدانيا ربما يعني دخول على الخط بشكل عسكري إسرائيلي بسرعة لو سمحت؟ خيارات إسرائيل في هذا السياق محدودة جدا ومكلفة جدا. إسرائيل أمام ثلاث خيارات سريعة: الخيار الأول أن تضغط عسكريا بشكل مباشر كما أشرتي، هذا لا أحد في إسرائيل يجرؤ على أن يدعو إليه بسبب الفتح العالية. الخيار الثاني هو أن تنكفئ كليا وأن لا تفعل شيء، وهذا غير مطروح لأنه نشهد اعتداءات بين فترة وأخرى. الخيار الثالث للتسير عليه إسرائيل هو أن تقوم ببعض الاعتداءات في موازاة حركة الاتصالات. تعتقد أن هذا الخيار الوحيد المتاح والأقل كلفة بالنسبة إليها، حتى وإن كانت جدواها حتى الآن محدودة جدا. شكرا جزيلا لك دكتور عباس إسماعيل، وأنت الباحث في الشؤون الإسرائيلية، على تواجدك معنا. وأيضا الشكر موصول لديما نصيف ومنذر سليمان، وأيضا سلام العبيدي من دمشق وواشنطن وموسكو، وسيكون معنا عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد. وفي الملف العراقي، أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق حكما بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج ومخيمات النزوح، فيما قضت بقانونية إعادة الفرز اليدوي لأصوات الناخبين وبدستورية تعديل قانون الانتخابات وما نتج عنه من تجميد مفوضية الانتخابات وانتداب قضاة لإدارتها. تقرير محمد الفهد. أخيرا قالت المحكمة الاتحادية في العراق كلمتها بقرارات قاطعة وضعت الملف الانتخابي على طريق الانفراج وفق تعديل قانون الانتخابات. بت دستورية تعديل قانون الانتخابات وإعادة الفرز اليدوي ودستورية جلسات مجلس النواب الاستثنائية وعدم إلغاء انتخابات الخارج ومخيمات النزوح والتصويت الخاص في كردستان العراق أهم ما خرج من جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد مجلس النواب وإجراءاته.
المحكمة الاتحادية كانت عادلة في قراراتها، يعني أرضت كل الأطراف، وسيتم العد والفرز اليدوي بعموم العراق والخارج، وربما ستتغير النتائج، ربما يعني يخسر فائزون يفوز خاسرون. انعكاس إيجابي هو ما سجله قرار المحكمة الاتحادية على الجو السياسي الذي تلقى تلك القرارات بتفاعل وتأييد في أغلبه، لكونه يعطي الضوء الأخضر للشروع في عمليات العد والفرز اليدوي وإعلان النتائج الانتخابية الجديدة عبر القضاة المنتدبين. الآن نحن نبدأ بالجديد، الشكاوى والطعون السابقة كلها تركن جانبا، الآن بعد أن تخرج النتائج من القضاة المكلفين بإدارة المفوضية سنذهب مرة أخرى إلى الطعن وإلى أيضا اللجنة القانونية التي لم تحل في المفوضية، ومن ثم تذهب إلى المحكمة الاتحادية لكي تقرر النتائج بصورة نهائية. الانتخابات في العراق وبعد أحكام المحكمة الاتحادية أعيدت إلى النقطة الصفر، فالطعون والشكاوى والنتائج التي أعلنتها المفوضية المجمدة ركنت جانبا بانتظار نتائج جديدة وطعون جديدة قد تتغير معها خارطة الاستحقاق الانتخابي. ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية في العراق يعد وفق المراقبين خطوة باتجاه لملمة الأوراق الانتخابية التي تبعثرت نتيجة الخلافات والاعتراضات التي لازمت الانتخابات، ليفتح فصل جديد بأحكام باتة للجميع قد يضع الحجر الأساس لانفراج الأوضاع في المقبل من الأيام. محمد الفهد، بغداد، الميادين. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة العراقية كما قلنا مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران. عبد الله، أهلا بك. بداية، كيف ستكون ترجمة قرار المحكمة الاتحادية العليا، ومتى يمكن تلمس هذا الترجمة على أرض الواقع؟ وأعتقد بأن الترجمة ستكون سياسيا. طبعا رانا، تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الصحف الرسمية العراقية، لكنه حسم الموقف وأعاد العملية إلى يوم الاقتراع، بالضبط اليوم العراق وكأنه للتو أغلق صناديق الاقتراع، وبالتالي هناك العمليات التي تلي عملية إغلاق صناديق الاقتراع وهي عمليات العد والفرز. مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا اليوم حسمت الإشكال بين القوى السياسية على اعتبار أن هناك طعونا قدمت من قبل رئاسة الجمهورية، من قبل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وكذلك من قبل الكيانات السياسية، ولعل أبرزها وأول من قدم الطعن بجلسة مجلس النواب العراقي هو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك القوى التي تعتبر من القوى الفائزة نسبيا في انتخابات العراق عام 2018. وبالتالي قرار المحكمة الاتحادية حول دستورية الجلسة والتعديلات التي أجريت حسمت ذلك أنه يوافق الدستور. اتخذت عدة قرارات لعل أبرزها إعادة العد والفرز، اعتماد العد والفرز اليدوي بدل العد والفرز الإلكتروني، وذلك اقتضى تأييد قرار مجلس النواب العراقي بالتعديلات على قانون الانتخابات العراقي لعام 2013، مضافا لذلك مطابقة أوراق الاقتراع مع أجهزة التحقق الإلكترونية الباركود التي اعتمدت لأول مرة كأجهزة تسريع نتائج الانتخابات، ومن أجل ذلك يجب أن تكون متطابقة. كذلك طبعا عملية إلغاء بعض نتائج مراكز الانتخابات التي تقرر أي هيئة قضائية وفق القانون والدستور العراقي أن شابها تزويرا أو شابها عمليات تؤدي إلى تغيير أو تلاعب أو إحداث ضرر بقوة سياسية أو بشخص من الأشخاص أيا كان صفته، طالما أنه ترشح، طالما أن هناك طبعا عملية أجرت تحديثا وأجرت تغييرا في عملية التصويت. وعلى هذا الأساس فإن هناك قضاة منتدبين التسعة الذين انتدبوا في مجلس مفوضية الانتخابات وهم يعتبرون بدل أعضاء مجلس المفوضية، وثمانية عشر قاضيا لكل محافظة عراقية قاضا يكون رئيس لمكتب مفوضية الانتخابات العراقية. طبعا المحكمة الاتحادية أيضا في قرارها اليوم استبقت بعض الإشكالات القانونية التي تشير
يشير إلى أنه لا يمكن لقاضي أن يجمع بين صفته القضائية وأي موقع آخر، ذلك أنه منتدب لمهمة وفق القانون العراقي لا تتجاوز 3 سنوات. مهمته تبدأ بعملية حسم ملف نتائج الانتخابات ويحل من الموقع الذي انتدب فيه بمجرد مصادقة المحكمة الاتحادية العراقية على هذه النتائج. وبالتالي طبعا هناك ترحيب من بعض القوى السياسية العراقية، وأغلب هذه القوى السياسية العراقية رحبت بقرار المحكمة الاتحادية. لكن القرار الأبرز هو إلغاء ما اتخذه مجلس النواب العراقي من إلغاء أصوات ناخبي الخارج والاقتراع الخاص في إقليم كردستان العراق، وكذلك الحركة السكانية لخمس محافظات عراقية مع أصوات الناخبين، واعتبره هدرا لأصواتهم ومصادرة لإرادتهم، وبالتالي شمل الجميع بعملية عد وفرز يدوي. بالتالي على هذا الأساس ستباشر المفوضية ممثلة بالقضاة المنتدبين مع القضاة رؤساء مكاتب المحافظات العراقية بعملية عد وفرز يدوية ومطابقة لأوراق الاقتراع مع أجهزة التحقق الإلكترونية، وقد يصدر عن ذلك طبعا وقد تكون هناك نتائج متغيرة بفعل أن هناك إشكال فني في جهاز التصويت، لأنه مصمم ومبرمج بشكل لا يقبل ورقة الاقتراع التي يكون فيها ختم التصويت أو قلم ختم التصويت خارج المربع المخصص. بالتالي أي ورقة اقتراع تقرأ على أنها فاسدة أو ورقة مزورة أو ورقة غير أصيلة تدخل إلى جهاز الاقتراع. على هذا الأساس العدوى الفرز اليدوي مع الرصد بالعين المجردة وإشراف القضاة بالتأكيد سيحدث فارقا، قد يكون فارق مؤثر في نتائج الانتخابات، قد يكون هناك صعود لنواب وقيادات برزت أنها قد خسرت هذه الانتخابات، وقد تكون هناك نتائج متفاوتة عن التي أعلنت من قبل مفوضية الانتخابات. شكرا جزيلا لك عبد الله بدران، وأنت مدير مكتب الميادين في بغداد على كل هذا المعلومات، شكرا لك. إلى العناوين مجددا. عرض الإعلام الحربي مشاهدة عن المعارك التي شهدها جنوب مطار الحديدة. الجيش السوري وحلفائه يواصلون عملياتهم في بادية السويداء ويحررون مناطق واسعة. المحكمة الاتحادية العليا العراقية تقضي بصحة إعادة العد والفرز اليدويين لأصوات الناخبين وتقول إنه لا يتعارض مع الدستور. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.